الماء اساسي للحياه، كل قطره منه نعمه من عند الله وثروه ما تقدر بثمن. داكشي علاش الحفاظ عليه مسؤوليتنا جميع. كلنا نتبناو بعض الحركات البسيطه باش نتفاداو التبدير. ما نخليوش الروبيني مفتوح اثناء الحلاقه او تنظيف الاسنان. نجنبو غسل السياره بالتيو، السطل ديال الماء كافي. نفضلوا الدوش على الحمام. نقصوا من حجم الماء المستعمل في طرادات الماء. نصلحوا التسربات في الروبينيات والانابيب. نستعملوا سطل الوضوء عوض ترك الروبيني مفتوح. كلنا نستهلكوا الماء بالقياس، وما تنساوش هذه مسؤوليه كل واحد فينا.